ايه يا عم، ما بداتش ليه؟ ابدا ايه؟ قياده زعلانه، بوكو فون اف تو برو جبنه، شفته؟ ما شفتوش؟ خش شوف الفيديو. ريلمي اكس 50 برو جبت، اعمل ايه تاني؟ ها؟ اعمل ايه تاني؟ لايك وسبسكرايب بقى كده و ها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. جهاز خليفة الريلمي اكس 2 برو اللي باع كمية مبيعات في مصر ما اتباعتش قبل كده، وما كانش بيتباع عن طريق الوكيل. ريلمي اكس 50 برو، النسخة دي اسمها اكس 50 برو بلاير. هتتفرج على ده زي ما هتكون اتفرجت على الاكس 50 برو العادي، والاتنين 5G. بص، مبدئيا هو الجهاز حلو، ولكن اول حاجة قفلتني قفلة جامدة جدا من الجهاز، الجهاز عامل زي الصينيين، شبه بعض. الريلمي اكس 2 برو شبه الريلمي 5، كل اجهزة ريلمي تحس ان واحد قافلين عليه في اوضه وبيعمل تصميمات. ايه الصينيين دي؟ ايه التنمر ده؟ من يوم ما الشركة نزلت التصميم ما بيتغيرش في الكاميرات وشكل الظهر، ولما ربنا وفقه وحب يغير راح لطع لنا الحسنة اللي قدام، اللي هي الشرطة بتاعة الكاميرتين اللي انا ما بحبهاش اصلا. يعني التصميم بتاع الجهاز مش كخامات، كتصميم مش عاجبني بصراحة، تصميم ثابت جدا، لعب في الالوان، غير في انعكاسات الظهر اللي هو جاي ازاز وعليه طبقة حماية كورنينج غوريلا جلاس 5، وشاشة برضو كورنينج غوريلا جلاس 5، وحاجة يعني جامدة جدا. فريم ألمونيوم عبقري، شكله كده بيفكرني بالتليفونات بتاعت الزمن الجميل. فريم الجهاز شكله تحفة، بيفكرني بفريم النوت 5 بتاع سامسونج، كان فيه لون نازل جراي كده من النوت 5، كان نفس شكل الفريم. النقطة التانية اللي عايز اقولها في التصميم وحي ريلمي عليها، انها صغرت بروز الكاميرا جدا، بروز الكاميرا اصبح شبه مش موجود، ودي حاجة بصراحة احترمهم، لان انا لسه كنت بقول انا ما بحبش بروز الكاميرا الزيادة لانه بيعرض الموبايل لاي خبطة. الشاشة هنا محترمة جدا، شاشة سوبر اموليد بكثافة بكسلات 409 بكسل في البوصلة الواحدة، شاشة سطوعها مبهر وجميل والوانها زاهية وحلوة جدا، ونوع قايم من الشاشات الاموليد، بالاضافة لانه اهتم يحط فيها 90 هرتز، ودي حاجة محترمة، ولكن اهتم وفلة جدا حطيت لك 90 هرتز. سرعة استجابة من الشاشة تحفة، شاشة الوان كويسة جدا، في اضاءة الشمس اضاءة ضعيفة اضاءة عادية، كل الاضاءات الشاشة شغالة معاك فل. حجم الشاشة هو 6.44، يعني تقريبا 6.5 بوصة، فبرضو حجم الجهاز كويس ومسكته مريحة. يعني في اجهزة بتحسها تقيلة في ايدك كده او مكبب كده، لكن هنا لا، ممسكك الجهاز مرتاح، راوندات كده في الخلفية مع الازاز حلوة. برضو الحاجة اللي شلاني، طب انت عامل جهاز بتصميم عظيم وحاطط فيه 90 هرتز، يا عم اعمله ضد المية. انا مش عارف هي مكلفة اوي، يعني موضوع ضد المية ده مثلا مكلف، ولا انت مثلا مش عايز تفتح فاتورة المية؟ يعني مش عارف ليه 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 ما تعملش الجهاز ضد المية، ليه ما تنزلوش ضد المية عشان تبقى جبت من الاخر؟ ولا هي بقى نقطة تسويقية، اصلا انا لو نزلت الجهاز ده ضد المية وفي جهاز من عند اوبو ومعانا واحد هناك من ريلمي، ما تعرفش فيها ايه، بس ده عيب في الجهاز. حاجة تانية برضو في التصميم، لو بصيت من تحت كده هتلاقي الجهاز ما فيهوش مدخل سماعات. ما هو انت بقى تعالى كده فهمني بالراحة، هو فلاكشيب وانت قفشته وعملته فلاكشيب وعملته مدخل سماعات تايب سي، قشطه عليك جدا وانا عاجبني الفكرة وكويس كل حاجة، طب اعمله لي ضد المية. طب الناس ما بتحطش مدخل السماعات التلاتة ونص عشان بيقولك الجهاز يكون مقاوم للمية، طب ده مش مقاوم للمية ليه؟ الجهاز هنا يا نجم جاي باندرويد 10 تمام، وجايب واجهة ريلمي يو اي 1 اللي هي يعني كلام في سرك هي الكالر او اس 7، بس شايلين منها شوية حبشتكنات كده وشوية حاجات عشان يميزوا بيها الكالر او اس 7، وجاب لك الجهاز هنا بحوالي 5 نسخ، 6 رام مع 128، 8 رام مع 128، 12 رام مع 128، 8 رام مع 256، و 12 رام مع 256، دي النسخة الوحش. عمل الذاكرة هنا UFS 3.1 اللي هو يعتبر اعلى نوع ذاكرة ممكن تاخده في جهاز يعني فلاكشيب او في جهاز برضو في الفئة السعرية دي. سرعة الذاكرة دي مع نوع المعالج الجبار اللي هو كوالكوم سناب دراجون
865 اللي هو المعالج اللي مش عايز اقعد ارص واقول لك اقوى معالج، و2020 اللي كلنا خلاص عارفين ان ده يعتبر اقوى معالج في سنة 2020. بصراحة الجهاز اداؤه جبار، معالج ال 865 مع 3.1 نوع ذاكرة مع ال 90 هرتز عامل خلطة بصراحة سريعة جدا، مع السوفت وير اللي بيعمل اوبتمايزنج عبقري بتاع ريلمي او بتاع اوبو يعني، بس سيبك من انا بطلع عيوبه وبقول لك ان هو ما عملوش ضد المية، كل دي كماليات، انما الاداء الفعلي بتاع الجهاز عبقري. الجهاز مجرد ما بتلمس الشاشة في اي حاجة بيطير، بيشتغل معاك اداء سلس قوي. حتة الاداء هنا تقدر تخليك تشتري الجهاز عشانها هي بس. نتكلم بقى عن الكاميرات، وركز معايا كده على الهادي في الحتة دي، لان الحتة دي هوضح لك الفرق بين النسخة الاكس 50 برو العادية والنسخة الاكس 50 برو بلاير اللي هي معايا النهاردة. الاثنين بيجوا باربع كاميرات خلفية. الفروقات هتكون كالاتي: الاكس 50 برو بلاير الكاميرا 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.8. في الاكس 50 برو العادي هتلاقي كاميرا 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة برضو 1.8، وهنا الكاميرتين كويسين جدا. الكاميرا التانية في الاكس 50 برو بلاير اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ده، دي 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.3، وفي الاكس 50 برو العادي الكاميرا 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.5، ويزيد هنا ان فيها 2x اوبتيكال زوم. والكاميرا التمانية اللي في الاكس 50 برو بلاير هي كاميرا الترا وايد. الكاميرا التالتة هنا في البرو بلاير هتلاقيها 2 ميجا بكسل ودي علشان الماكرو، والكاميرا الاخيرة 2 ميجا بكسل ودي علشان ابعاد العزل. الكاميرتين التانيين اللي جايين في الاكس 50 برو العادي هتلاقي واحدة 8 ميجا بكسل دي علشان الالترا وايد، والكاميرا الاخيرة 2 ميجا بكسل علشان ابعاد العزل. الاثنين بيصوروا 4K والاثنين بيصوروا فول اتش دي 960 فريم في الثانية، والاثنين فيهم الكترونيك ايمج ستابلايزيشن يعني مفيش اختلاف. الاختلاف الثاني هتلاقيه في كاميرا السيلفي، ان الكاميرا الاساسية بتاعت السيلفي في الاكس 50 برو بلاير بتيجي 16 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.5، لكن الكاميرا الثانية طبعا عشان ابعاد العزل. في الاكس 50 برو العادي هتلاقي ان الكاميرا بتيجي 32 ميجا بكسل دي الكاميرا الاساسية، وفي كاميرا تانية 8 ميجا بكسل علشان الالترا وايد، والاثنين بيصوروا فول اتش دي 120 فريم في الثانية، والاثنين فيهم الكترونيك ايمج ستابلايزيشن في تصوير الفيديو بكاميرا السيلفي. خليني اقول لك بقى كده بالبلدي الفروقات سريعا، ده كاميرا 48 وده 64، وبقيت الثلاث كاميرات فيهم شوية لعب، هيديك 2x اوبتيكال زوم، وكاميرا السيلفي فيها الترا وايد في النسخة العادية اللي هي مش البلاير، والكاميرا التانية فيها خاصة بالالترا وايد مش علشان ابعاد العزل. يعني انت هنا واخد شوية لعب صغير في الكاميرات، ده هيكلفك حوالي 80 ل 100 دولار، يعني بتتكلم هتتكلف بتاع مثلا 1400 جنيه ولا 1300 جنيه، لحد 1600 جنيه. لو فرق معاك وشايف ان فيها فروقات دي حاجة راجعالك. بالنسبة بقى لتصوير الجهاز الاكس 50 برو بلاير، لو بصيت في الصور هتلاقي الصور بالنهار الوان صريحة وواضحة وكويسة جدا، ولما بتقرب العشرة اكس زوم بتوع الكاميرا بتاخد تفاصيل مش كاملة قوي بس بتاخد تفاصيل كويسة، والالترا وايد في كاميرا النهار كويسة جدا وزي الفل. كاميرا السيلفي سوفت شوية كده، هتلاقي بتطلع لك البشرة السكين تون كده مش مظبوط قوي، ولكن برضو تفاصيلها كويسة، هي بتلخبط مع الاشخاص ولكن مع الحاجات العادية مطلعها بنفس لونها، وما تسألنيش ازاي يعني، لكن دي ممكن تخلص بتحديث وتبقى زي الفل. العزل في الكاميرا الامامية برضو كويس ومديك تحديد وتفاصيل شارب جدا وحلوة، وجاي في حتة من الصورة اللي هتلاحظها قدامك واكل حتة من وشي، واكلها ليه؟ علشان هو كان وراه كذا لون فللأسف معرفش يحدد الجزء ده، لكن الكاميرا بتاعت الجهاز لازالت محتاجة تحديث جامد جدا اعتقد علشان تشتغل كويس في اضاءة النهار. الغريب ان في اضاءة الليل بالنايت مود كاميرا الجهاز تفاصيلها كويسة، وفي الاضاءة الضعيفة برضو تفاصيلها كويسة، والالترا وايد بتاعها كويس برضو، والسيلفي كويس، وكل تفاصيل الكاميرا بالليل كويسة. خليني اقول لك انا دي حاجة غريبة، ان انا الاقي جهاز بيصور بالليل احسن من الصبح، دي ما شفتهاش في حياتي، ولكن هنا ده معناه ان الجهاز محتاج تحديث، وفعلا جاله تحديث عملته، واعتقد هيجيله تحديث تاني هيحل الموضوع ده، لكن الكاميرا في الاضاءة بتاعة النهار
مهيسه سنه، بس في اضاءه الليل المعالجه كويسه والنايت مود شغال كويس. الصوت هنا من الحاجات العبقريه جدا في الجهاز، الصوت ستيريو دولبي اتموس، صوت زي الفل، صوت سراوند شغال كويس من سماعتين، سماعه فوق وسماعه تحت، صوت الجهاز كويس قوي. ولكن الجهاز ما فيهوش راديو، ما فيهوش انفرا او مخرج الانفراريد، ولكن الجهاز فيه ان اف سي اللي احنا قلنا ان اكيد هنحتاجها ويبقى ليها اهتمامات كتير قوي. فمعاك ال ان اف سي تك تك تدفع كده تخلص، ده هيشتغل بعدين وممكن نبقى نعمل فيديو عنها، بس فله يعني شغال. وشايف ان الانفراريد في ناس مهتمه بيها قوي، في شركه تانية بتعملها وبتحبها والناس بتوعها بيحبوا الانفراريد دي، لكن هنا مفيش انفراريد ومفيش راديو، والراديو ما بقاش اوبشن يعني. الناس بتسالني عليه، هو ما بقاش اوبشن يعني، انت عندك اونلاين راديو يعني، فاهم؟ بصمه الجهاز بتشم صباعك يعني، البصمه بتشتغل بحاسه الشم يعني، البصمه مجرد ما بتلمس البصمه الجهاز بيطير عشان يفتح. بصمه الوش برده شغاله بحاسه الشم يعني، في حاجه هنا جباره في الجهاز، الجهاز سريع جدا في بصمه الصباع وبصمه الوش. نيجي بقى للزتونه للتقيله، البطاريه والشحن. الجهاز بيجي بشحن حاجه اسمها سوبر دارت تشارج، 65 واط بطاريه الجهاز، 4200 ملي امبير، بتتشحن مع حضرتك في 35 دقيقه. مجرد ما بتوصل الجهاز على الشحن بتلاقي عداد زي عداد الستوب ووتش كده يبدأ يعد، 35 دقيقة من 0% الجهاز مليان. بطارية هتقعد معاك بعد ما تشحن كل ده هتقعد معاك حوالي 7 ساعات. ولكن العيب اللي ممكن تشوفه ان انت بالشاحن اي حاجة غير الدارت تشارج ده او الشاحن بتاع الجهاز، او ممكن بالشحن بتاع اوبو اللي هو سوبر فوك، هيشتغل معاك جهاز بيشحن عادي جدا. نيجي بقى لاخر حاجة، العيوب والمميزات. العيوب من وجهة نظري ان مفيهوش 8K اللي هي اصلا ملهاش لازمة. العيب التاني تصميم بدائي جدا، ما عدا انعكاسات الظهر والوان الظهر اللي ممكن تكون في لون اسود مش حلوة معرفش، ولكن خليني اقولك التصميم تصميم تليفون زيه زي ابو 3000 جنيه عادي جدا، انت مش حاسس انك دافع فلوس، انت حاسسها في ايدك في الخامات، لكن شكلا مش واخد حاجة. العيب التالت انه مش ضد المية، وبرضه اوبشن مش قوي، ولكن الناس بتدار عليه، انا ما بيفرقش معايا ولكن الناس بتدار عليه. العيب الاخير مدخل السماعات، طب انت مش حاطط مدخل سماعات ومش ضد المية يعني هي عافية. دول يعتبروا اربع عيوب من وجهة نظري. من مميزات الجهاز طبعا اللون ده عجبني جدا وانعكاسات الجهاز، صوت ستيريو دولبي اتموس جبار مش هتاخده في اجهزه ب 16 و 17000 جنيه، اداء صاروخي للجهاز، نوع الذاكره اللي هو 3.1 مديك اعلى نوع ذاكره، ده يعتبر ميزه كويسه وقويه في الجهاز. النقطه الاخيره السعر المناسب، وخلينا نتكلم عن التسعير. اقل نسخه للجهاز سعرها 7500 جنيه، ما يوازي 470 دولار، ده تمنها لما تشتريها من الصين. عقبال ما توصلك هنا هتصرف لك عليها بتاع 2000 جنيه تقريبا، فهتوصلك بحوالي 9500 جنيه، وسيكون هذا الاختيار عبقري. الله، هيبقى اختيار جامد جدا وسعر كويس جدا، وهيبقى من افضل الاجهزة ومن افضل الاختيارات اللي تجيبها لحد 10000 جنيه بدون منافس، علشان الخامات الكويسة اللي محطوطة في الجهاز بعيدة عن التصميم، وعلشان العتاد الداخلي والمكونات الداخلية اللي واخدها للجهاز. بشكركم يا رب ما كنتش طولت عليكم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ولو عايزين مقارنة بينه وبين البوكو اف 2 برو اكتبولي في الكومنتات وهعملها ان شاء الله، واشوفكم في فيديوهات جاية. سلام.